الوليد فاس. جمعية ديالنا مختصة في جمعية فيها غير العيالات، جمعية نسوية ديال الدراجات النارية من الحجم الكبير. فوالا هاد الجمعية ديالنا كتنظم كل عام تظاهرة سميتها لا كونسونطراسيون ديال لي موطار اللي كيكونوا في العالم. كنديروا لهم واحد لافيتاسيون وكيجيو لعندنا لمراكش، كنديروها في لو 8 مارس احتفالا بالمرأة وحقوق المرأة وعيد المرأة. دونك كنحتفلوا حتى حنايا اوتونك غروب موطار في، كنديروا هذا الاحتفال مرة في العام كيكون في مدينة مراكش. هاد المرة هادي جينا لمدينة بن سليمان عند صحابنا والحباب ديالنا الجروب ديال فيرد بيرد، هو اللي كيأسس هاد 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 التظاهرة كما كتشوفوا. الاسم ديال هاد التظاهرة سميتها غالي بنس كامب. دونك غادي تحبزوا هنايا باسكو صافي بديت كنخربق في الهضرة. يلا بلاتي. الوغ حنايا اوتونك ماتريا جينا عند الجروب ديال فيرد بيرد، هما جروب ديال ماتريا ديال الدرجات الكبرى. كينظموا واحد التظاهره اللي هي كنشوف انايا تظاهره اللي ما عمرتي واحد دار بواحد الفكره جات زوينه. دايرين كونسونطراسيون ولكن جالسين في الخيمات، كان دايرين بيكنيك فوالا مجموعين مع الحباب والصحاب ولا ناتور وكل شيء مزيان. دونك لورغانيزاسيون حتى لدابا كل شيء تبارك الله في امان الله. واحد القضيه اللي عجبتني هي ملي كنكونوا داخلين اوتو كم ماتريال المدينه ديال بن سليمان، كنلقاو في الاول في الاول في الاول ديال المدينه ديال بن سليمان كنلقاو ويلكم بايكرز، مرحبا بكم دراجين ناريين، كترحب بنا مدينه بن سليمان والناس ديال مدينه بن سليمان. وفي الحقيقه حنا فرحانين اللي كاينين في هاد التظاهرات ديال الدراري صحابنا وخوتنا وكنساندوهم بزاف بزاف. نظمنا هذا الفيستيفال الحمد لله ديال لي موطو، هاد ليفينمون كو بور لي موطار. حنا هنايا في المنطقه معروفه بالخيل بن سليمان، وحنا جمعيه هنا في مدينه ديال لي موطار، وتنشوف على ان الناس ديال الماطريا كل ويكاند تيجيو لهنا تيمشيو يديروا لي فيراج ديال الروماني وهذا الشيء. قلنا علاش ما نديروش ايفينمون هنا وتولي المدينه كمدينه ديال لي موطار. الحمد لله طرحنا هذه الفكره على السيد العامل الكاتب العام، كيف حتى هما دي موطار ترحبوا بها وعرفوها وساعدونا اللهم لك الحمد. ورا كيف غادي تشوفوا شفتوا ان شاء الله راه جا حتى ولي الجهه، كاين العامل في افتتاح جا والقياد البشوات كاع الناس مرحبا بهم. الور نعرفكم على هذا، هذه اول تظاهره من نوعها كاينه في المغرب وماشي في المغرب في لافريك. بالنسبه للناس اللي تيعرفوا في لي موطو غيكونوا تيعرفوا فاغو. فاغو في البرتغال هي المدينه الوحيده في اوروبا اللي فيها بحال هاد التظاهره. الناس لي بايكر تيكونوا بالخيم ديالهم اون بلان اير تيعيشوا هاد التجربه. حنا بوغ لا بروميير اديسيون درناها مختصره في 3 ايام، ان شاء الله العام الجاي غيكونوا الناس بزاف اكثر من هاد الشيء. حنا ما قدرناش نعلموا كل شيء، خفنا لما نجيريوش في بوغ لا بروميير اديسيون كاع الناس تيعرفوا سي ديفيسيل ا جيري، مي الحمد لله ملي شفنا كل شيء معاون معنا لا دوزيام اديسيون راه ان شاء الله غيكونوا فيها بزاف 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 ديال الناس. تقريبا ديال العدد المشاركين حاليا دابا كاين واحد 500 ديال لي مومبر تبارك الله. اش كتعتبر هذه الدوره؟ واش هذه الدوره الاولى من نوعها في المغرب وفي لافريك؟ مي دابا رسلنا الجامعه الحمد لله تحت اللواء ديال الجامعه ديال لي موطار، راه غتولي هذه تظاهره كل سنه تدار. سا سي لا بروميير اديسيون، من بعد راه غادي غتبدا تكبر. راه كيف كاع التظاهرات تيبداو صغار وتيكبروا، حنا الحمد لله كيف تتشوفوا الناس ديجا با مال، العام الجاي راه غتكون ما احسن وما احسن.
وبحكم الطبيعه اللي عندنا في المغرب والامن والامان اللي عندنا وكاع الناس العالم باسره حاليا تيهضر على المغرب بالامان اللي فيه والامن اللي فيه. الناس اللي في لي زيترونجي راه جاو عندنا الناس من سبته من فرنسا من الاسبان جايين وهما مرتاحين عارفين فين جايين. المغرب بلاد الامان وبلاد الضيافه، وان شاء الله تنوجه دعوه لكاع الناس ان شاء الله ديال لي موطاخ اللي ما حضروش هذه السنه، السنه الجايه راه غادي تكون يكونوا ان شاء الله.